نروح مباشرة عبر الشاشة مع الزميل العزيز كريم أحمد موفد قناة الأهلي اللي موجود حاليا في مقر نادي الأهلي بالجزيرة. كريم مساء الفل. مساء الخير عليك وجزيل الشكر لك زميلي العزيز محمد سعيد وكل التحية لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الأهلي. آخر الأخبار عندك الجديد، الفريق بيستعد إزاي، التدريبات وبعض النقاط اللي اتكلمت عليها، التدوير، الروتيشن، عناصر أخرى يتم راحة معلول، يعني الجديد عندك والأخبار المتاحة اللي احنا بالتأكيد الجمهور محتاج يسمعها منك ومننا عشان يطمئن على الفريق قبل مباراة يوم الجمعة. بالتأكيد طبعا يا محمد، يعني البداية بتكون مهمة، ويمكن الحمد لله رب العالمين النادي الأهلي بدأ بداية موفقة جدا بالنسبة للنتيجة والأداء. ويمكن النقطة المهمة جدا، انت عارف طبعا البدايات يمكن نقدر نقول بشكل كبير التوب فورم ما بيوصلش في البدايات، لكن من الواضح الحقيقة ان في جدية وتركيز كبير جدا من لاعبي النادي الأهلي، معسكر بالتأكيد التعليمات الأمور الخاصة الفنية واضح ترجمتها على أرض الملعب في 90 دقيقة، بنشوف المهام، بنشوف الروح القتالية الكبيرة جدا على الكرة من لاعيبة النادي الأهلي في المباراة الأولى في بطولة أفريقية، دي بتكون مهمة جدا. بعيدا طبعا عن النتيجة، بالتأكيد النادي الأهلي كان داخل بدوافع كبيرة جدا عشان يقدر نحرز هدف واثنين وثلاثة، لأن أنت عارف محمد طبعا المباراة تعتبر خارج الأرض، فبتكون الأمور دي مهمة جدا بالتأكيد للاعبين وأيضا كمان الجهاز الفني. مباراة يمكن انتهت، لكن المباراة الثانية بالتأكيد ليها تحضيرات، ويمكن مع الغيابات كمان كلنا طبعا يعني منتظرين مستر كولر إزاي طبعا هيكون في تدوير، إزاي هيبدأ يفكر، لأن كهربا طبعا يعني من الواضح الآلام الضمة احنا عارفينها محمد طبعا ما بيبقاش فيها مخاطرة وما بيبقاش فيها مجازفة بشكل كبير، فمن الواضح ان كهربا ممكن ما يكونش متواجد في السكواد او في القائمة بشكل كبير. ايضا كمان صلاح محسن منتظرين نطمن عليه بشكل كبير جدا النهارده يمكن مع بداية اقل تدريب، فالعنصرين دول موديس طبعا احنا محرومين منه، الراجل يمكن اتقيد في الفترة الاستثنائية طبعا الفترة الثالثة، فيمكن الامور دي شوية ممكن اللي هي تبقى تسبب ازعاج، لكن الحمد لله يعني السكواد الكبير والمميز واللاعبين اللي عندنا سواء مين هيكون متواجد مين هيلعب في مكان مش مكانه دي امور بتطمنا بشكل كبير جدا. نشوف تاو ان شاء الله باذن الله في هذه المباراه بيتالق كالعاده، رضا سليم هيتم الدفع بيه، وده يمكن من خلال معلوماتنا يمكن تالق حسين الشحات ده امر مهم جدا، واحد من اللاعبين المميزين، لكن الراجل لازم يدخل الكل في جو المباريات وده امر مهم، وتحديدا كمان الصفقات الجدد، ومش هنقدر نقول صفقات جدد خلاص يمكن انتهى هذا الامر، كلهم طبعا يعتبر دلوقتي ابناء للنادي الاهلي. امام عاشور الحقيقه واحد من اروع اللاعبين الحقيقه اللي بيؤدي اداء مميز جدا، رضا سليم الحقيقه البدايه كانت موفقه ليه، فمن الواضح يعني هيكون في تغييرات بسيطه محمد، لكن هو العنصر اللي ممكن طبعا نشوف فيه بيرسي تاو تحديدا في الهجوم في هذه المباراه، لان قله عدد المهاجمين هي ده يكون امر شويه مزعج لمستر كولر، لكن ان شاء الله باذن الله يكون موفق. قراءته كمان في المباراه الاولى تكون موفقه جدا، نقدر ان احنا نحرز هدف واثنين وثلاثه واربعه محمد في المباراه الثانيه، لان النادي الاهلي الحقيقه عنده هدف بمشيئه الله هو الحفاظ على اللقب، وبانت الحقيقه في البدايه. كلنا طبعا منتظرين انطلاقه اقل تدريب، الراجل ماشي بشكل مميز جدا، عامل سيستم طبعا انت ذكرت هذا الامر، اليوم اللي بعد المباراه على طول او يعني لابد يكون في ريكفري واستشفاء بشكل كامل، وده امر بيكون مهم جدا. اليوم الثاني بيكون اجازه، لكن الحقيقه في يوم الاجازه شفنا محمد مجدي قفشه الحقيقه يمكن الراجل رفض ان هو يريح بشكل كبير بالنسبه لليوم الكامل، وجه تواجد في التدريب النادي الاهلي تدريب منفرد، دي بتدي رساله ودلاله كبيره جدا يا محمد، الكل عايز يكون على اتم الجاهزيه، المنافسه الشريفه مهمه جدا، الكل عايز يكون متواجد في ال11 طبعا اللي في الملعب، فعشان كده بنامل وبنتمنى ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الاياب بمشيئه الله يوم الجمعه، مباراه الاهلي وسان جورج على استاد القاهره، يا رب ان شاء الله باذن الله اداء ونتيجه وحضور جماهيري كالعاده لمفعول السحر مع فريق النادي الاهلي، يكون المباراه من نصيبنا محمد بمشيئه الله. طيب كريم فؤاد، انا عايز اوضح برضو حاجه مهمه من خلالك يا كريم، كريم فؤاد كان الجهاز الفني محدد مسبقا ان بعد ما شارك وخد جزء في مباراه المصري مش هيتم الدفع بيه في لقاء الذهاب امام سان جورج الاثيوبي، وكمان هيتم الدفع بيه على مراحل في عدد من المباريات، هل نفس الامر متكرر مع اكرم توفيق؟ هل ممكن بكره نشوف الاثنين، ولا الجهاز شايف ان ماتش سان جورج سواء ذهابا او ايابا يفضل ما يكونش فيه اكرم وكريم في التوقيت الحالي ويكون جاهز بعد كده بقى في مباراه انبي او المباراه القادمه؟ بالتاكيد طبعا يا محمد، يعني بدايه كريم فؤاد الحقيقه يعني توفيق ربنا سبحانه وتعالى كان معاه في البدايه، ودي يعني كانت مهمه جدا ليه الحقيقه على المستوى النفسي، ان انت ترجع بدني وترجع فني ده امر اكيد بيحسب للجهاز الفني، لكن نفسيا الحقيقه الهدف فرق معاه بشكل كبير، وهو موضوع له برنامج زي ما انت ذكرت، يعني كان لازم يكون مشارك في جزء بسيط من المباراه، هيشتغل على مراحل، لان انت عارف يا محمد في تاني كبير جدا جدا على كريم واكرم الحقيقه، الدفع بيهم مش امر سهل خالص في مباريات فيها التحامات فيها اشتراكات بيكون فيها عنصر
بقوه، وده امر مهم جدا. لكن اكرم بمشيئه الله يعني من خلال المعلومات ومن خلال اسئلتنا، اكرم بمشيئه الله يعني ان شاء الله محمد ياخد في مباراه الدوري، يعني مش عايزين نقول في انهي مباراه، هل مباراه الكاس ممكن في انبي او مباراه الاسماعيلي، لكن اكرم الدفع بيه بس هو اللي متروك بالنسبه للجهاز الفني. لكن يعني من الواضح ان في تاني، في هدوء بشكل كبير، اكرم ياخد في بعض التوقيتات واجزاء بسيطه جدا في توقيت بسيط بمهام ايضا كمان يا محمد، لان يمكن اكرم عنده الروح القتاليه والدوافع كبيره جدا، بيلتحم بقوه، فمش عايزين نخسر اي لاعب الحقيقه من كريم واكرم لان فقدناهم فتره كبيره جدا. ده امر مهم طبعا، يعني بنتمنى ان شاء الله باذن الله تدريجيا يشاركوا المباريات اللي بتكون الحقيقه بعد المباريات الرسميه اللي بترجع اللعيبه، والراجل بيحاول يطمن عشان الكل يبقى عنده حساسيه المباراه. دي امر مهم جدا، بيبقى فيها بعض الاصابات وبعض الالتحامات، لكن فنيا بتفيد الحقيقه، وكمان بتقدر تخلي مستر كولر يقف بشكل كبير جدا على القياسات وعلى التقييمات وعلى ارقام اللاعبين، مدى الجري، كل الامور دي الحقيقه بتفرق بشكل كبير على المدى البعيد، لان احنا مشاركين في عدد كبير جدا من البطولات وعدد كبير من المباريات، تلاحم كبير جدا، فالجاهزيه لابد تكون للجميع. فان شاء الله باذن الله في انتظار اكرم توفيق بكل قوته وكريم فؤاد بكل قوته، وايضا كمان منتظرين السوليه وكريم ندفد، كهربا، متولي، كل اللعيبه دي، خالد عبد الفتاح، كل اللعيبه دي ان شاء الله باذن الله منتظرينا مع فريق النادي الاهلي في مشوار صعب جدا يا محمد هذا الموسم باذن الله. كريم، لو عندك كلمه اخيره او عندك حاجه اخيره تحب تختم بها كلامك. بنتمنى اكيد كل التوفيق لفريقنا للنادي الاهلي، جمهورنا ان شاء الله منتظرينه بمشيئه الله يوم الجمعه. تدريب النادي الاهلي محمد كالعاده يكون غدا في تمام الساعه 6، ومنها الى فندق الاقامه المعسكر المعتاد، وبتمنى كل التوفيق ان شاء الله يا محمد يكون يوم الجمعه يوم نصر وسعيد على كل جمهور النادي الاهلي باذن الله. الزميل العزيز كريم احمد مفد قناه الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات اللي اتكلم فيها كريم في تفاصيل مهمه جدا بخصوص هذه المباراه، مباراة العودة أمام سان جورج الأثيوبي في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا. عايز أتكلم على نقاط مهمة جدا بخصوص برضو الأهلي.